مساء الخير عليكم، الزول في اللهوان. اليوم نوريلكم طريقة عنايتي بالبشرة تاعي، يعني الطريقة اللي نقشر بها الوجه تاعي، وندير لكم ثانيك ماسك لتبييض الوجه، ماسك رائع لتبييض الوجه، وتبعوا معايا برك. راح نوريلكم كل المقادير. هنا عندي تلوة تاع القهوة، كي تطيبوا القهوة تقعد لكم في لابراس تاعكم، وما ترموهاش، خلوها دكوتي. وعندي زيت الزيتون هنا، نورمالمون نضيف لها زيت اللوز، بصح زيت اللوز ما عنديش، معليش نعوض بزيت الزيتون. دوك نخلط، راح نخلط التلوة هذه بزيت الزيتون، نديرلها هكاك ملعقة قهوة، وثانيك التلوة هذه تقدروا تقومي بها كامل الجسم تاعكم، شغل قوماج يصلح لكامل الجسم، مما البشرة الدهنية، البشرة الجافة، البشرة المختلطة، أي بشرة عندكم تقدروا تقومي بها، شغل تقدروا تقشروا بها الوجه تاعكم، يديكم، ركابيكم، حاشاكم، رجليكم، لا بومورت هذيك تتنحى كامل، واللي بور تاعكم يتنقاو مليح من لا بوسيير. عندي عامين نعتمد التلوة هذه، والله ما شاء الله، شغل ما نروحش نشري، كنت في الاول ما نكذبش الله كنت نستخدم هذه نقشر بها وجهي، بصح دوك ملي عرفت واكتشفت القهوة هذه ودرتها وخرجت عليا، خلاص دوك وليت نعتمدها نقشر بها، في عاد نرميها هكذاك خطره في السمانه نقشر بها وجهي، ولا يديك غير كي نروح نغسل لابراس تاعي، ولا نهز التلوه هذه نحك بها يديا. دوك نوري لكم لاباراتيك كيف راح نقشر بها يديا. شوفوا هاكا نضيف مقدار ملعقه قهوه زيت الزيتون، ولا زيت اللوز، ولا زيت جوز الهند، الزيت اللي عندكم في البيت تقدروا تخدموا به نورمال عادي. ودوك راح نوري لكم كيفاه نقشر به يديا. شوفوا نخلط هكا، من دوك نقشر بها وجهي تلوى هذه، وديروا حركات دائرية للأمام للوراء، شغل هكا، وجوكم ثاني هكا دوروا هكا، منها تنشطوا الدورة الدموية في وجوهكم، ومنها تتنحل الجلدة تاعكم الميتة هذيك، ويولي يديكم بيضة، وتحسوا يديكم رطبين بزاف. شغل بهذه الطريقة هكا تحكوا هكا، خاصة الأماكن هذو. ولازم ثانيك انا قلت راح نبدا نبيض يدي، ندير ماسك لتبييض الوجه واليدين، راكو تعرفوا مع الصيف مع الكومبينغ مع الشمس ولاو يدينا كامل كحولين هكا هكا، يعني تقعدوا مده مليحه نتوما تحكوا هكا، والوجه تاعكم ديروا غير بالعقل، باسكو لابو تاع الوجه سونسيبل بزاف، حكوا هكا غير بالعقل. انا والباقي راح نحك به وجهي، نحي لابو مورت هذيك، صرتو البلايص هادو، وهنا وجربوا البنات وتشوفوا لابو تاعكم ما شاء الله كيف راح تولي، وخاصة الوجه فوق نيفكم، يعني يتجمع قشور، يجمعوا قشور فوق الانف تاعنا، وكي ديروا فوندوتا ولا ديروا ما تخرج، يخرج وجهكم مقشر كامل من الفوق ماشي شباب، والمقشرات هذو لي قوماج هذو اللي نشريوهم خطرات يجونا على الكيف وخطرات ماشي ملاح،
أفضل دائما طريقة هذه طبيعية، نحوس على حوايج طبيعيين. الوجه تاعكم هكا تقعدوا تحكوه بحركة دائرية هكا، لكن بهدوء بالعقل، حتى تتنحى لكم لابومورت هذه كامل. وتغسلوا دوك، راح نغسل، وتمسحوا وجهكم بماء الورد، تغسلوا بماء دافي ومن بعد ماء بارد باه لي بورت تاعكم المسامات يتغلقوا. هنا بعد ما غسلت يدي ونشفتهم، شوفوا لابو تاعي كيفاه ولات. ونحس بواحد الرطوبه، الله يبارك هكا كده. حتى وجهكم تاني كي تغسلوهم تحسوا بهذا الرطوبه والنعومه، وتحسوا وجهكم ما فيش كامل الوسخ ولا القشور ولا والو. دوك راح نحضر معاكم ماسك طبيب الوجه. عندي الخطوه الاولى، دوك عندي هنا مايزينا، ملعقه اكل مايزينا. مايزينا شوفوا كاينين بزاف بنات لابو تاعهم سونسيب. بون الماسك هذا لطبيب اي بلاصه فيها اسمرار، اي كحوليه، يعني بلاصه تلقاوها ماغون تقدروا تقوميوها بالتلوه هذيك وزيت الزيتون، لا زيت اللوز لا زيت الزيتون، ماشي مليح كي تحطوه في وجهكم وتخرجوا للشمس. الشمس مع زيت الزيتون راح تصرا كارثه. تهزوها كنصف ليمونه، اللي عندهم بشره مش حساسه، وديروها هكا وتحكوا بها المناطق اللي فيها سموريه، يعني ماغون في لي جونو تاعكم تحت الايبيتاين ولا انتوا راكم عارفين. دوك راح نبدا الماسك هذا. عندي هذا تولي البشره تاعكم بيضاء، تولي بشره مشرقه، يعطيه نظاره. هذه عسل حره، مقعدليش منها بزاف، تلمو نستعملها بزاف في الوجه تاعي. وانتوما دوك ديروا على حسب الكميه اللي بغيتوها، انا نسحق غير في وجهي ويدي. دوك ندير هكا العسل من فوق، وعندي الياورت ناتيور. ياورت ناتيور هذا طبيعي، نهز هكاك ملعقة ونخلط. إذا خصني شوية الياورت نزيد، نخلط هكا حتى أتحصل على كريمة. والكريمة هذه راح نحكها تحت الإبيطين تاعكم ولا في الوجه. شوفوا تحصلت على كريمة هكا، بعد ما تخلطوها تحصلوا على كريمة هكا سائلة شوية. دوك الكريمة هذه ديروها في وجوهكم ولا البلاصة اللي استعملتوا فيها المقشر هذيك تلوى هذيك، تخلوها هكاك واحد 40 دقيقة لساعة. وننصحكم البنات كي تروحوا تجربوا اي ماسك حتى ولو كان طبيعي، باسكو كاينين منكم ما عندهم لابو سونسيبل تخو سونسيبل، ميم حوايج طبيعيين ما يحملوهمش، تجربوا هنا في البلاصة هذه، تهزوا شوية وتجربوا هنا البلاصة هذه سونسيبل ثانيك، وتشوفوا الا ما عندكمش حساسية ولا وثانيك. حابة نقول لكم حاجة، قلت لكم مقبل كنت نستخدم هذا المقشر، دوك وليت نعتمد التلوى هذيك، ونرطب وجهي بهذه لامارك هذه إيفغوشي، تتباع ب 200 ألف، بصح تشد لكم عام نورمال، باسكو في الصيف ما نرطبش وجهي في الصيف، باسكو غير خاصة كي يبدا الخريف ومع نهاية الربيع. فصل الصيف ما نديرش لي كريم لوجهي، ندير غير لي ماسك طبيعيين وخلاص. وهذه لا كريم دو نوي، الفيغا لا كريم دو نوي، هذه شريتها ب 130 ألف، لا مارك امبورطاسيو هذو. واللي ما عندهاش هذو تقدر ثانيك نيفيا، بصح نيفيا ماشي هذه، ننصحكم نيفيا سوفت، نيفيا سوفت خير. يعني قبل ما نشري هذه ايفغوشي كريم ادغاتونت، كنت نستعمل نيفيا سوفت، والله غير خرجت عليا ما شاء الله.
تعطي واحد الاشراقه، واحد الرطوبه والنعومه للوجه ما شاء الله. رطبوا وجوهكم يوميا، بصح في الليل، في الليل ما ديروش شاكنوي، ماشي كل ليله لازم ترطبوا وجوهكم، ولا ديروا زيت اللوز ولا زيت الجوز ولا اي زيت عندكم. شغل ليله رطبوه، ليله رطبوه، والليله الاخرى خليوا المسامات تاعكم يتنفسوا، يستعفوا شويه ويريحوا. ماشي مليح شاكنوي ديري مرطبات، سي با بيان بور لا بو، ماشي مليح. وزيد كي نخلص كامل من الماسك تاعي وكل حاجه، انا عندي هذه القرعه شريت شريتها كانت معطر للبيت، وكي خلص اللي غسلتها درت فيها ماء الورد. حوايج ناتشورال يعني ما يديركم والو، غير يعطي واحد النضاره ما شاء الله للوجه، لكن لازم كل اسبوع تستعملوه، باهي بعد الشهر تشوفوا النتيجه. ماشي يا اخي قلت لكم ديجا، ماشي من اول استعمال يعني راح تشوفوا النتيجه، من اول استعمال يبان لكم الوجه تاعكم مشرق وفيه نضاره وحيويه ورطوبه ونعومه. بصح لازم كل اسبوع لكل 10 ايام، ونرش هكا ماء الورد، كيف نرش هكا فوق وجهي وفوق يديا وفوق، نخليه شويه باسكو مليح مليح ماء الورد. ديروا هكا في قرعه ترش هكا هكا، تولي لابو تاعكم شابه بلا ما تشرو اي مرطبات. وزيد اللي ما عندهاش اي مرطبات وما تقدرش تشري، تشري ب 5000 زيت اللوز هذاك وترطب به الوجه تاعها عادي. بصح التلوه هذه ننصح اي وحده فيكم عندها القشور، عندها لابو تاعها شغل حرشه من الفوق، استعمل الماسك هذا تاع التلوه افيكاس. يعني عن تجربه البنات، والله ما راني نهضر بالصحه، راني ندير معاكم غير الحوايج اللي راني نستعمل فيهم انا. وننصحكم ثاني تهتموا بالبشره تاعكم، لازم ما نهملوش البشره تاعنا، باسكو كي نهملوها بعد سنة 40 سنة 50 سنة يشوفك واحد يقول عمرك 80 سنة، وما شاء الله كاينين نساء تكون في عمرها 60 70 سنة وتقولي راهي في 30 سنة لابو تاعها ما شاء الله. وانا ما شاء الله لابو تاعي ما فيهاش حبوب، صافية ما شاء الله، وتلمو نستخدم بزاف الحوايج طبيعيين من بكرية. راح نبراتيكي معكم لاكريم هذه فوق يدي، انا لابو تاعي تحمل حوايج طبيعيين هذو عادي نورمال. ديروا هكا كامل يديكم، وزيد ديروا في الوجه تاعكم عادي. هكا ونخليه باسكو تعرفوا الصيف، الصيف عنده مخلى لابو تاعنا، الشمس والبحر البرونزاج ياك تشوفوا واش يدير. هكا ونخليه، ندير ثاني كل وجه تاعي ونخليها كك واحد 40 دقيقة كك ساعة، من بعد نوري لكم يدي كيفاه ولات. كي تحبوا ديروا لي ماسك يا البنات ننصحكم، خاصة المتزوجات كي يروحوا يقراو ولادكم، تقعدوا وحدكم في الدار خصوا هكا الساعة للاعتناء بالبشرة تاعكم، بيديكم برجليكم حشاكم بالوجه تاعكم ولا الجسم تاعكم. لازم الوجه تاعكم لازم كي ديروا لو ماسك تكونوا في استرخاء تام، باسكو الوجه فيه 14 عضله، لازم ترخوا هذوك العضلات. شوفوا البنات نورمالمون يبان الفرق بين، ما على باليش الا يبان لكم. هذه هي اليد اللي درت لها الماسك هذاك تفتيح البشره، والله ما على بالي لا يبان مليح. بصح كي ديروه نتوما تشوفوا الفرق، هذه اللي درت لها والاخرى ما درت لهاش، شغل نورمالمون ما على باليش لا يبان. بصح هكا كي تخزروا فاس فاس تشوفوا الفرق. وراح يشد لكم الماسك هذا، راح يشد لكم الوجه تاعكم، راح ينشف له ماسك فوق الوجه تاعكم وفي يدكم، خليوه حتى ينشف كامل كامل. انا قعدت قريب رقدت، بصح ما شاء الله لابو تاعي ولات ما شاء الله. شوفوا شوفوا، ما درت مازال ما درت لها ني لا كريم ني زيت ني والو، ما درت لها والو، غير غسلت وجهي ويدي بالماء دافي من بعد الماء بارد باه يطلقوا لي المسامات. وننصحكم ثاني كل البنات اللي عندهم لي زيو سيغني، عندهم لي سيغ، تشربوا بزاف الماء، حاولوا تشربوا اكبر كميه من الماء في النهار.
لازم كي ديروا الماسك تاعكم تكونوا الونجي ويكون الهدوء، وتخلوا الماسك تاعكم يخدم في وجوهكم قدر المستطاع باه تحصلوا على النتيجة اللي بغيتوها. نتمنى ان شاء الله الوصفة تاع نهار اليوم تكون عجبتكم وفادتكم، بالاخص ما تنسونيش باللايكات والاشتراكات وفعلوا للجرس ليصلكم كل جديد، ونوعدكم نقدم لكم اي حاجة استفدت انا شخصيا منها راح نبارطاجيها معاكم. ما بقى لي غير نقولكم في الامان، ان شاء الله اذري ذي طنين ما يبغى ربي.